قدم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله رعاه من خلال زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خالص التعازي وصادق المواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بوفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رحمه الله ممثل صاحب السمو رئيس الدولة وذلك في قصر مشرف بمدينة أبوظبي. كما قدم جلالة الملك المفدى تعازيه ومواساته إلى أصحاب السمو أشقاء وأنجال الفقيد وإلى أسرة آل نهيان الكرام وإلى الشعب الإماراتي الشقيق داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر وحسن العزاء. مشيدا جلالة الملك المفدى بمآثر وما مناقب الفقيد وبجهوده رحمه الله في خدمة وطنه ومجتمعه وشعب دولة الإمارات الشقيق وإسهاماته مع أشقائه في تعزيز نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتقدمها وازدهارها. وقد أعرب صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأشقاء وأنجال الفقيد عن خالص الشكر والتقدير لأخيهم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الأخوية الصادقة الكريمة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة والروابط والصلات الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويرعى ويمتعه بموفور الصحة والسعادة وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.